ضربة قوية وغير مسبوقة تلقتها إسرائيل في 7 من تشرين الأول حين شنت حركة حماس هجوماً نوعياً ومباغتاً عرف بعملية طوفان الأقصى، وهذه هي المشاهد التي صدمت العالم. تخبطت تل أبيب بعدما تمكن مقاتلو حماس من التسلل إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة وقتل وأسر الجنود الإسرائيليين. قالت تل أبيب إن عملية طوفان الأقصى أسقطت أكثر من 1500 قتيل إسرائيلي، وإن حماس اختطفت أكثر من 240 أسيراً بينهم 37 قاصراً. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي بات مصيره السياسي على المحك توعد بسحق حماس في هذه الحرب وشكل حكومة حرب بمشاركة المعارضة. العدوان الإسرائيلي الأعنف على غزة بدأ بعد 12 ساعة من طوفان الأقصى ولا يزال مستمراً من دون هدنة، فيما انقسم العالم بين مؤيد للإسرائيليين وداعم للفلسطينيين، وعززت واشنطن قواتها في المنطقة لردع حرب شاملة. أما الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن فرفضت تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة. مجازر مروعة وجرائم ضد الإنسانية بالجملة ترتكبها إسرائيل في غزة التي باتت مقبرة جماعية للأطفال باعتراف الأمم المتحدة. فحوالي 12,000 ضربة جوية ومدفعية شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، ولم تقتصر على مواقع تابعة لحماس. أسفر ذلك عن سقوط أكثر من 10,300 ضحية، أكثر من 40% منهم أطفال، دمرت المنازل فوق رؤوسهم من دون رحمة، كما استشهد 46 صحافياً. ربع مباني شمال غزة تحولت إلى ركام. الغارات الإسرائيلية دمرت أيضاً عشرات المرافق الصحية والعيادات و150 سيارة إسعاف، كما أغلق نحو 16 مستشفىً رئيسياً بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود. حتى الأماكن الدينية ومخيمات اللاجئين والمنشآت التابعة للأونروا لم تسلم من العدوان، والمدارس أيضاً نالت نصيبها من القصف. كل هذه الظروف أرغمت 1,500,000 فلسطيني في غزة على النزوح داخلياً، فيما بقي أكثر من 350,000 مدني في المناطق الأكثر خطورة في شمال قطاع غزة، جميعهم تحت حصار شامل، إذ قطعت عنهم إسرائيل المياه والكهرباء والوقود وحتى الأدوية والمواد الغذائية الأساسية.